النرد لعبة شعبية بلغة عالمية، قد يتبادر إلى ذهنك عند سماع كلمة نرد أو لعبة الطاولة صوت أحجارها المميز على الدفين الخشبيين في مقاهي حارات دمشق القديمة. لكن هذا اللحن ليس حكرا على دمشق، بل يمتد تاريخا ليواكب حضارات مختلفة حول العالم. دعنا نلقي نظرة على أصول لعبة النرد والجد الأول لألعاب الطاولة في العالم. تعتبر لعبة النرد واحدة من أقدم الألعاب في التاريخ، حالها حال لعبة الشطرنج والغو، من الممكن تقدير عمرها ب5000 عام، وربما يعود أصلها إلى ما يطلق عليه اليوم بالعراق، بلاد ما بين النهرين سابقا. فالدليل الذي يدعم هذه الإمكانية وجد عند اكتشاف أول أحجار النرد المصنوعة من العظام البشرية في هذه المنطقة. لوح لعبة الطاولة عند الرومان والمصريين القدماء وبلاد فارس. لوح لعبة الطاولة مؤلف من 24 نقطة و30 حجرا قطعة أو رجل، وهو موجود منذ وقت طويل، لكن اللعبة لم تكن تسمى دائما بالنرد، وقد كان الرومانيون هم السباقون في إكسابها الشهرة من خلال نسختهم للعبة والمسمات دياتيكوم سكرايبتا إد تابولا أو اختصارا الطاولة. فالإمبراطور الروماني نيرون دخل بمراهنة أثناء لعبها بمبلغ يقدر ب10,000 دولار في يومنا هذا. عثر على لوح للعبة ذو 3×10 مربعا على نطاق واسع في مواقع مصرية أثرية قديمة. فاللعبة كانت معروفة لدى المصريين القدماء بلعبة 30 مربعا أو سينيت، أحيانا سينات، لكن القواعد الأساسية للعبة ليست معروفة تماما. تم العثور على ألواح مشابهة مؤلفة من 3×12 مربعا أو 3×6 مربعا والعديد من نماذج أخرى، لكنه من غير الواضح إن كانت هذه ألعاب مختلفة أم مجرد اختلافات في لعبة واحدة. يؤمن مؤرخ الألعاب أن لعبة السينت هي الجد الأول في سلالة طويلة من الألعاب، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى لعبة الطاولة. في عام 2004 عثر علماء الآثار في مدينة شهر سوخته الإيرانية الأثرية والتي يبلغ عمرها 5,000 عام على لعبة قديمة يدعي الناس أنها أقدم نسخة من لعبة الطاولة على الإطلاق. تضمنت اللقاء والتي تعود للألف الثالث قبل الميلاد لوحا مستطيلا مصنوعا من خشب أسود وقطعا مصنوعة من الفيروز والعقيق وأحجار النرد. يظهر على اللوح ثعبانا محفورا ملتفا حول نفسه 20 مرة، وبالتالي تحوي اللعبة على 20 فتحة بدلا من 24 في ألواح اليوم و60 بدلا من 30 قطعة. هذا اللوح يقدم بالتأكيد تفسيرا مختلفا لتاريخ لعبة الطاولة، أكثر من النظرية الاعتيادية التي تقول أنها تنحدر من لعبة السينت. من ناحية أخرى يبدو أن هناك فجوة بحوالي 3,000 سنة بين هذا اللوح والرومان الذين كانوا أول الناس الذين لعبوا سلف لعبة الطاولة. أسماء مختلفة للعبة واحدة، ترك الرومان دليلا كبيرا على لعبة سموها لودوس ديوديسيم سكراتروم وتعني الطاولة، والمؤلفة من 12 صفا، والتي من المحتمل أنها مشتقة من لعبة السينت المصرية. لها مجموعة طبوغرافية مؤلفة من 3×12 نقطة وتلعب ب3 أحجار نرد سداسية الجوانب، لكن لم يتم التأكد من قواعد اللعبة بعد. ويبدو أنه في القرن الأول الميلادي تم استبدال هذه اللعبة بأخرى ذات صفين من 12 نقطة والتي سميت بحلول القرن السادس بأليا،
كلا هذين اللعبتين وغيرهما أطلق عليهما اسم تابولا. وفي آسيا ظهرت لعبة النرد في وقت قريب منذ سنة 800 ميلادية في جنوب غرب آسيا وفي بلاد فارس. أما تاريخ الصين فيبين أن تشوبو وهو الاسم الصيني للنرد قد اكتشف في الهند الغربية، حيث أنها وصلت الصين خلال عهد أسرة وي 220-265 للميلاد، وتمتعت بشعبية من عام 479 إلى عام 1000 ميلادية. وفي اليابان فسميت بسوجوروكو واعتبرت لعبة غير شرعية في عهد الإمبراطورة جيتو 690-697 للميلاد. بالمقابل يبدو أن لعبة النرد دخلت أوروبا من خلال إيطاليا أو إسبانيا بعد الاحتلال العربي لجزيرة صقلية 902 للميلاد. أول ذكر للعبة في طبعة إنجليزية كان في مخطوطة إكسونيسيس التي نشرت عام 2025، ومن المحتمل أنها جلبت إلى إنجلترا عن طريق رجال عائدين من الحروب الصليبية. ففي العصور الوسطى لعبت كل أوروبا النرد أو الطاولات واكتسبت شعبية في الحانات الإنجليزية، على الرغم من تفوق الشطرنج عليها في القرن الخامس عشر. أما في نهاية القرن السادس عشر أصبحت كلمة الطاولة لسبب ما مصطلحا عاما لأي لعبة تلعب على سطح مستوى أو طاولة، وكما هو حال العديد من الألعاب التي تلعب من أجل المال. أمست لعبة غير شعبية لدى السلطات في بريطانيا، وكانت القوانين التي تحظر اللعبة بالطاولة في المنشآت المرخص لها نافذة حتى عهد الملكة إليزابيث الأولى. النرد المعاصر: في أوائل القرن السابع عشر خضعت اللعبة لبعض التعديلات على قواعد اللعب، وفي عصر النهضة اجتاحت اللعبة أوروبا مجددا في إطار مجموعة من الأسماء المختلفة التي بقي معظمها على حاله حتى يومنا هذا. ففي إنجلترا تسمى باكلمن، وفي اسكتلندا جيمن، وفي فرنسا تيك تاك، وفي ألمانيا بوف، وفي إسبانيا تابلاس رياليس، وفي إيطاليا تافولا ريالي، وفي التشيك فرات سعبي، وعند العرب شيش بيش. وفي النهاية تختلف التسميات حول العالم، ولكن الطاولة تبقى لعبة شعبية تثير نوعا من التحدي الصغير في جلسات الأصدقاء، وترفع أصوات أحجارها لترتفع معها أصوات المتفرجين وتشجيعاتهم في أجواء حماسية وحميمية معا.